Mini Studio. Mini Studio. Mini Studio. هلا جديد للميني ستوديو بلشت على شاشة الام تي في معي انا ومع دومينيك. دومي كيفك؟ اللي بعيد هلا عن بعيد اليوم هيك. اليوم في عنا فقرات كثير مثل ما تعودتوا، في اكثر من فقره عم تنطرون كل يوم. هلا رح بلش على السريع مع دومينيك بالجوله الشهيره كثير حول السوشيال ميديا. إلي قبل ما بلش بالجولة السريعة اللي أنت سميتها جولة سريعة دائما، هلا هي مش سريعة أبدا لأنه في كثير أخبار بالسوشيال ميديا. بدي أول شيء أذكر كل اللي عم بيحضرونا وكل أصحابنا يلي بدهم يتواصلوا معنا بكل وسيلة السوشيال ميديا تبعنا، عنا فيسبوك ميني ستوديو، عنا انستغرام @ ميني ستوديو تي في شو، وعنا تويتر @ ميني ستوديو كلب. فإذا هول هن وسيلة السوشيال ميديا اللي فيكم تتواصلوا علينا فيهم، تبعتوا لنا مسجز، فيديوز، صور وشو كل شيء بدكم اياه. رح بلش هلا. يلا كم خبريه عنا اليوم؟ اليوم بعتقد ثلاثه مش كثار. اه منيح. ايه لان هديك الجمعه كان عنا دبي فيستيفال، فكنا عم نخبر انه احنا رح نكون هنيك. باي ذا واي كيف كان؟ بيعقد. وصلني فيدباك كثير حلو انا. كان واكثر من شخص كانوا هنيك وانبسطوا كثير. ف عن جد اللي روح دبي فيستيفال اكيد في اشياء كثير جايه هلا قريبا رح نحكي عنهم بالفقره. رح نحكي عنهم بالسوشيال ميديا. بما انه فتحنا السيره عن الايفنت بدي اذكر كل اصحابنا انه ما بقى عنا كثير وقت. اول شو لميني ستوديو شو رح يكون ذس Wednesday يعني بعد 2 days ب 15 جويليه اللي هي المسرحيه تبع ميني ستوديو. عم شوف فلاير تبعها هلا على المسرح، ميني ستوديو سمر شو 2015 اون تورني اللي هي يومين ببيروت يومين بالصيدا ويومين بطرابلس. فاذا this Wednesday هو اول نهار افون بريمير لو 15 اوكي على الساعه 6، فاذا بسرعه روحوا على ليبراري انطوان واشتروا التيكتس تبعكم لان اتس نوت تو مس شو، كثير حلو هيدا الشو. صح. فاذا خبرتكم عن السمر شو تبع مين ستوديو، ثاني شيء بدي اخبركم عنه هو مين رح يربح معنا اليوم. اوكي، مين رح يربح معنا اليوم؟ تفوت ثواني. هو اكيد المسجز عم بيكونوا كثير كثار على فيسبوك بيج تبع مين ستوديو وحتى على انستا رح بلش نشوفهم هلا قريبا من انستا. بس انا هلا بعثوا لنا كل المسجز اللي بدكم اياهم اكيد على كل وسائل التواصل الاجتماعي ونحن بنقراهم هون بالاستوديو وبتربحوا مثل اتس ا مسج فروم فيسبوك بيج من فانيسا ابو شقره. اوكي. هاي ماي نيم از فانيسا، اي ام 10 ييرز اولد، اي لاف ميني ستوديو اند اي لاف اول ذا كاركترز اوف ميني ستوديو، لاف يو، ثانك يو ذات يو ريد ماي ليتر فور يو. Dear Mini Studio, I love you so much and my dream is to go to Mini Studio. I love you so much. فإذا فانيسا عم بتقول انه هي بتحبنا كثير وبتحلم اكيد تجي على ميني ستوديو وعم تقول انه بتكون كثير مبسوطه اذا نحن بنقرا لها المسج تبعها. وهيدا اللي صار يا فانيسا، المسج تبعك اوريتو دومينيك يعني اكيد رح تربحي معنا كادو رح نشوفه. واكيد خليكي ناطره ما بتعرفي اي ساعه عم نقول لك انه فيكي تجي وتحقق حلمك انه تكوني معنا انا والي هون بالحلقه. ربحت معنا جيلي بالي فانيسا، فاذا مبروك يمي ربحت جيلي بالي سويت. كرمال تستلمي هديتك لازم تتصلي على 03 85 86 87. ومن السوشيال ميديا بعد عندك شيء دومينيك؟ لا اي ثينك هول هن. اوكي منيح. من السوشيال ميديا رح ننتقل دغري على لاكي تو بي يونغ 1 مينت ات بي ال اف لنشوف مين معقول يربح اليوم. انا وقت اكبر بدي اصير معلمه، بعد الظهر بدي غني مع كيكي بميني ستوديو، بدي اعيش ببيت معمول من البونبون والشوكولا ما بيخلصوا ابدا، بدي جمع مصاري لاشتري بيت لكلب سنوي كمان وسياره حقيقيه للعبده. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسالوا عن الخدمات المخصصه لاولادكم بالبي ال اف. الي هلا صار فينا نعمل هاي فايف. يلا مين معقول يربح اليوم مع بنك ليبانو فرانسيز ولاكي تو بي يونغ؟ ما بنعرف، رح نحكي مع اثنين من الام اس كلوب ممبرز لايف على الهواء مثل كل يوم ونعمل مسابقه الكالكول مونتال يلي كلكم عم تطلبوا انه تشاركوا فيها. لتشاركوا بهيدي اللعبه كل اللي عليكم تعملوه انه تفوتوا على بيج بنك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب وتسجلوا هونيك كل المعلومات المطلوبه، ونحن لما بتجي الفورم لنا بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تتجوا لعنا مثل اليوم. اول مشترك معنا قبل ما نبلش معهم لازم نذكر انه لازم يبعثوا لنا قد ايه عمرهم ورقم تليفون. دومي بالفورم على البيج تبع بنك ليبانو فرانسيز مصممينهم يعني في الايج في النيم في كل المعلومات المطلوبه بتلاقوها هونيك اكيد. بيرفكت. اوكي اول حدا رح نحكي معه هو جون بول بيتار.
بعتقد صار معنا على الخط. الو الو، هاي جون بول. هاي سافا؟ ايه جون بول، قد ايه عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، شو بتحب تصير بس تكبر؟ حكيم اسنان. حكيم اسنان، شوف الاسنان منيح. اوكي جون بول، شاطر بالمات؟ ايه. طيب كرونومات صار على الشاشة، ريدي؟ ريدي. 3 2 1 top. 9 minus 3 6. 8 minus 5 3. 10 minus 4 6. 6 plus 2 8. 8 minus 8 0. Yeah. 6 minus 4 2. 8 minus 6 2. 10 minus 4 6. 7 minus 2 6. لا غلط. 3 minus 3 0. 6 plus 6 12. 9 minus 7 2. 45 minus 5 30. صح. 3 plus 4 7 12 minus 6. وخلص الوقت دومي. 6 مزبوط، رح نحسب له اياها صح لانه قال صح. مزبوط جون بول، بعتقد جاوب على كل الاسئله صح. I think he had just one mistake. وحده ايه بس رجع ظبطها، بس it was too late، كان لازم دغري يجاوب صح. بعتقد شي 1000 وشي 1400 نقطة، سكور كثير عالي لجون بول. اكيد بدنا نقول له برافو، بس اللعبة بعد ما خلصت، يعني بعد ما عرفنا اذا انت يا جون بول رح تربح ولا لا. بقي نحكي مع تاني مشتركة، ياسمينة اشقر. ياسمينة ياسمينة صارت معنا على الهوا هلا، رح نقول لها الو. الو. هلو ياسمينة، كيفك؟ منيحة. جاهزة لتلعبي لاكي تو بيونج 1 مينيت؟ قد بقى الاف؟ يس. شاطرة بالمات؟ نعم. بدي اسألك سؤال قبل ما نبلش، شو بدك تعملي لما تصيري كبيرة؟ دكتور. دكتور. يلا رح ننطر. طلع على الوقت على الشاشة قدامنا. 3 2 1 توب. 5 بلس 4 كوا؟ 5 بلس 4، بدي اذكرك انه الارقام عم يقطعوا قدامك على الشاشة. نف. نف. نف موان نف. زيرو. صح. 5 موان 4. 1. 10 موان 2. 64. غلط. 24 بلس 8. 32. اوكي. 8 بلس 3. 11. 6 موان 5. 6 moins 5. 1. 11 plus 4. 15. 8 moins 8. 3. Yalla, gaira. Ok. 11 moins 4. 7. 3 plus 10. بعد في معنى دقيقة وخلص الوقت. خلص الوقت ثانية. ما قدرت ثانية. هي كلها دقيقة. فإذا رح نشوف السكور تبعي. قد إيه عمرك جمعت ياسمينة؟ ياسمينة السكور تبعها بعتقد بحدود ال 800. 800 مزبوط. مزبوط. 800 نقطة بتكون لإلي كريستينا، ومع هذا السكور بيكون جون بول يلي ربح معنا اليوم بلاكي تو بيونج 1 مينيت قد بقى الألف. مبروك لإلك يا جون بول. رح نشوف الكادو تبعك اللي هو بطاقة لاكي تو بيونج كارد من بنك ليبانو فرانسيز، بتخليك تحصل على خصومات بمحلات عديدة. حساب باسمك ببنك ليبانو فرانسيز. شو بقلب الحساب؟ شو أنت قولي يا دومينيك؟ فش خليك. 100 دولار. فإذا أكيد بنقول لك بعد مرة مني ومن دومينيك وكل إيكيب من الاستوديو ألف مبروك. أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، بدي ألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عند الطيارة لعبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. بعد في فقرات كتيرة لميني ستوديو رح نكفيها، بس مش هلا، من بعد بريك كتير قصير منروح ومنرجع. ميني ستوديو. ميني ستوديو. اوبا
غانغنام ستايل با با ما رح يفهموا اللي عم تعمل هيك دومينيك الا من بعد ما نحضر هالفاني فيديو. الفاني فيديو اللي نقيته اليوم كثير بيضحك، فصار وقت انه نضحك كلنا سوا. رح نحضره هلا ونرجع لنكفي بكل فقراتنا. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. يعني دومي هذا الفيديو حقق على يوتيوب نسبة مشاهدة كتير عالية، لأنه البنت كانت نايمة وبتحب كتير غانغام ستايل، فقرروا قصداً هن يكونوا حاطين غنية مش غانغام ستايل، وفجأة يحطوا الغنية اللي بريفيريه تبعها ويشوفوا رياكسيون، فرياكسيون كانت كتير بتضحك. مثل أنا بس أسمع جينيريك ميني ستوديو. إيه نفس الشيء. أنت نايمة بتطلع جينيريك ميني ستوديو. هلا دومي صار وقت انه نعيد حدا عيد ميلاده اليوم. ايش حلا لحدا اليوم عيد ماريتا عبود؟ اوكي رح نقول لها اكيد هابي بيرثداي مع جوي كلوب. دومي قبل ما نبلش زبط الوقفه كثير منيح. اوكي يلا ما انتي لانه اليوم هيدي اللعبه ما كنت محضر. انا يلا 1 2 3 جو ضروري شوفوا دومينيك يلا I'm coming يلا افرق جريت قلت لها ما بدي اويلها لدومينيك ما قبلت بعد مرة يلا 1 2 3 يلا دومي جاي وينك اعطيني ايدك اني وينك ايدك يلا وين عويناتي؟ خدوها كلوز لدومينيك دي العويني فإذا هاي اللعبة ايه ما بتزبط إلا إذا قلب الميكرو بالأخير مع دومينيك مش عم بقدر هاي اللعبة من أحلى الألعاب يلي ممكن تشوفون البوليا اللي نحن لابسينها أكيد بتلاقوها عند جوي كلوب بكل فروته. الحلو إنه عندها أكثر من سايز، يعني إن كنتوا صغار أو كبار فيهم تلعبوا فيها. هول البيج سايزز لإلنا صح للكبار، في سايز أصغر بعد بيجي للصغار بتقدروا أكيد تلعبوا فيها، لأنه هلا الصيفية يعني بدنا هيك أكتيفيتات تكون بتضحك وبتسلي بنفس الوقت، هيدي هي أنا لقيتها صراحة، رح آخذهم معي على البيت وكل ما أزهق بلعب فيهم. اللي بتعرف انه يعني انا وقعت مرتين هلا ما بعرف كيف بدي ارجع ارد لك اياها بس الحلو فيه انه ما won't get injured يعني قد ما وقعت انا ما تاذيت لانه هيدا اتس فيري لانه بالنتيجه هي البال هون منفوخه سو تقلبي ما بيجي الضغط عليك بيجي على البال مش هيك ما بيصير لك شيء سو اتس سيف اتس فان اكيد تقدروا مثل ما قلت لكم تلاقوا هيدي اللعبه عندكم حيلا فرع على جوي كلوب مزبوط وهلا اللي بتعرف مغبشين عوينات طب خلص هيك هلا صار وقت نقول هابي بيرثداي لحدا لمين كنت عم تقولي لي لماريتا ماريتا رح تربح منهم او بتربح غير كادو من جوي كلوب هلا بنشوف بتكون كثير لكي اذا ربحت منهم لانه عن جد كثير حلوين هيك تنتقل لها يلا ماريتا 2 3 بنقلها الو 2 3 الو الو هاي بونجور بتعرفي مين عم بيحكي معك؟ مزبوط ميني ستوديو عم ندقلك لنقلك هابي بيرثداي ماريتا قد ايه بيصير عمرك اليوم؟ 10 اوكي لمين بدك تقولي هاي؟ لأصحابي لأني اشتقت لهم كثير اوكي فإذا هاي لكل أصحابها لماريتا بعتقد أصحابها بالمدرسة لأنه هلا بطل في مدرسة مزبوط لأنه عم تقول إنه هي اشتقت لهم كثير فإذا ماريتا بتقلكم هاي لكل رفقاتها اللي كانوا معها بالمدرسة معها وين ما كان فإذا ماريا بدنا نقول لك من ميني استوديو أنا ودومينيك عقبال المية وأكيد لأنه اليوم عيد ميلادك ربحتي كادو من جوي كلوب رح نشوفه كلنا سوا هلا قدامنا الكادو تبعك يا ماريتا يلي اختاره جوي كلوب لإلك
بس اوف تي في يو في كثير سلبي عرفت يلي بيطلع لك كاردز بصير لازم تمثلهم اوكي يعني انا شو بيطلع لي كارد مثلا بيطلع لي شخصيه معروفه مزبوط اسين اون تي في فاذا مبروك ماريتا كرمال تستلمي هديتك لازم تتصلي على 03 85 86 87 مبروك يلا كف دومينيك 1 2 دي كادو ديزي دي ماجيك جوت الحلقة اليوم كانت كتير حلوة لعبنا تسلينا وأكيد ربحتوا كادو بميني ستوديو من جوي كلوب من بقى الأف ومن كتير غيرهم وأكيد وقع وقعنا ودومينيك وقعت وهذا كان سبب الأساس اللي وكسر الميكرو إذا حابين إنه ترجعوا تشوفونا ما قلكن إلا إنه تحطوا إم تي في بكرة على الساعة 4 نحن رح نكون لايف بنفس الوقت على نفس الشاشة الإم تي في وي لوف يو باي باي Mini Studio.